بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة وسلسلة قوية جدا، هنتكلم فيها عن عصافير الزينة وبالتحديد عصافير البادجي. ليه عصافير البادجي؟ عصافير البادجي بيسموها في العرب عصفور الحب. عصفور الحب أصله أسترالي، للأسف كان نفسنا يبقى أصله عربي. بدأوا يسجلوا عصفور الحب في السجلات عندهم من سنة 1805 في استراليا. بدأت تظهر عصافير لونها اخضر بتقدر تنطق بعض الكلمات لما بتعيش مع الناس. العصفور زي ما انتم شايفين كده، ده عصفور البادجي الاصلي، ودي زوجته الباندت. انا عندي عصفور بادجي وعندي عصفور باندت، هم سكر ولوز طبعا. العصافير دي حساسه جدا ورقيقه، وعشان تربي عصفور لازم تتابع فيديوهات ومراجعات وترجع لناس مربيين. ان شاء الله في القناه هنا هقدر اوفر لك كل اللي انت عايزه، من اول ما بتنزل تشتري العصفور لغايه لما بيبيض عندك ولما بتقدر تربيه وان انت تستخدمه اذا كان للزينه او للانتاج. كل الكلام ده هتلاقيه موجود على القناه، هتعرف هنا ان شاء الله ازاي تشتري العصفور، ازاي بتوفر له الجو المناسب، احطه فين؟ احطه في اوضه النوم ولا في مكان لوحده؟ احطه في المطبخ ولا احطه في الصاله؟ طيب العصفور هتقدر ترعيه ازاي؟ طب ايه الامراض اللي بتيجي للعصفور؟ طب اجيب له قفص شكله ايه؟ اجيب له قفص غالي ولا قفص متوسط الحجم؟ لان القفص الرخيص ممكن يضر بالعصفور، وهنعرف ده. كل حاجه عايز تعرفها عن عصافير الزينه وخصوصا عصافير البندت، لان في انواع كتير، او في كوكتيل وفي انواع كتير جدا 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 من العصافير. انا ان شاء الله هكلمكم عن عصافير البادجي بس، او البادجي والبندل، لان الاثنين يعتبروا واحد. طبعا في منهم فصائل تاني زي الانجليزي، وفي حاجات كتير جدا هنتكلم عنها. العصفور بيحتاج رعايه، مش فكره ان انت جبت العصفور وبتاكله وبتشربه. عصفور البندل بيحتاج رعايه كبيره جدا، بيحتاج ان انت تاخد بالك منه. العصفور لو بيعمل حاجات غريبه برضو بنحاول نعالجها مع بعض. العصفوره لما بتيجي في مرحله ان هي في انتاج ان شاء الله، ودي باذن الله هتبقى فاتحه خير على الكل. لما بتيجي زي ما انتم سامعين كده العصافير بتسلم عليكم، ان شاء الله لما يبقى في انتاج هنعلمك امتى تفصل الام عن ولادها، وامتى تستنى، والبيضه بعد بتقعد قد ايه علشان تفقس وتجيب فرخ صغير. كل حاجه هتتعلمها هنا ان شاء الله. الاكل المناسب للعصفور طبعا دي حاجه مهمه جدا، التغذيه شيء مهم جدا جدا جدا. طيب اسيب العصافير في الشمس؟ يعني احطهم في مكان فيه شمس ولا احطهم في مكان فيه هواء؟ كل ده هنتكلم عليه ان شاء الله. تابعوني عشان تعرفوا كل حاجه عن عصفور البادجي والبندل. استنوني في حلقات تاني كتير، وقولوا لي نفسكم تعرفوا ايه عن عصفور البادجي والبندل، وان شاء الله هتلاقوا كل اللي بتتمنوه.